وانا اقول لك بالنسبه يوم سالت السؤال توسع العلاقات من عدمها، اي ما جاوبت. انا دائما افرق ما بين الصديق وما بين الزميل. الزميل هو زميل المهنه، زميل، نعم، زميل الموهبه، زميل. اما الصديق مختلف نوعا ما. الصداقه انا ما اعتقنينها، ضروري جدا انك تقنن فيها، لان الصداقه مبنيه على التعامل، عرفت كيف؟ فانت في تعاملاتك تحتاج شخص انت عارفه زين مره يعني. فانا زي ما تقول تقننها على اضيق حدود بالنسبه للصداقه، قد ما تقدر، قد ما تقدر. بعضهم اضيق حدود عنده 15، طبيعي جدا. بعضهم اضيق حدود عنده 10 7 2 3. فانا مع انك تضيق الصداقه عندك في اضيق نطاق، لكن الزملاء او لو نقول مثلا نسمي الصداقة دائرة داخلية ونخلي الدائرة الخارجية هي العلاقات العامة، أنا مع أنك توسع الدائرة الخارجية قدر المستطاع. نعم، لأنها سبحان الله يا أخي تعتبر قوة لك، وما في أحد يقدر يوسع الدائرة الخارجية أبدا إلا شخص عنده كاريزما فعلا. عنده كاريزما في حديثه، عنده كاريزما في حضوره، عنده كاريزما في استيعابه، عنده كاريزما في عنده فراسة، يعرف كيف يكسب وجهة يعني النظر. اي يعني انت يا مهند مثلا نقول اجتمعنا انا وياك في مكان ما ممتاز، وانت رجل ما شاء الله تبارك الله لك منصبك، لك منصبك الاجتماعي ومنصبك الوظيفي، ورجل محترم، والكل وكل شخص وده يتقرب منك، عرفت كيف؟ لخلقك وغير كذا، ممكن تبادل المصالح، وهذا تبادل المصالح مشروع في الحياه طالما انه في المباح. في الذكاء كيف انا اقدر اوصل اتواصل معك او اوصل لك بدون ما تشعر سنيت مصلح معك، بدون ما اي بدون حتى خلاص، بدون ما اشعر انه انا ممتاز جايك لمصلحة، يعني جايك وكاني زي ما تقول اطلب الصداقه منك. لا، عرفت كيف؟ انك انت تصغر في عين شخصك. لا، انا جاي بشخصي، عارف كيف اتعامل معك، تعامل راس لراس ممتاز. وهنا يجي حضور الكاريزما، هنا يجي دور اللباقة في الكلام، كيف تفتح معه موضوع. عالم 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 فن. عشان كذا الدائرة الخارجية ترى مو كل يجيدها، تلقى واحد علاقاته خارجية ما شاء الله تبارك الله، لكن قلت المدينة الفلانية، قال لي اعرف فلان وفلان 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 لهم اسمائهم، عرفت كيف؟ وكذا وكذا. مين اللي يجيد الدائرة الخارجية؟ يبيلها اما الدائرة الداخلية هذه، والصداقة ما صداقة كلنا ترى، حتى الصداقة ما الصداقة في ناس تجيدها وفي ناس لا. صح، في ناس بعضهم ما عنده صداقات، هذا الكلام والله ما عنده، تقول له مين من خوياك تقدر الآن تدق عليه أو تثق فيه أو يقول لك ما عندي. وبعضهم لما تسأل ذا السؤال يقول لك يا حبيبي خذ جوالي واختار لي رقم. صح، فهمت؟ صح، فصدقت وجهة نظرك جميلة جدا. في ناس علاقاتها واسعة، وفي ناس هنا صلى اي صلى هناك ترى خيمة خيمة؟ خيمة حر. لا أنا باردة دخلتها.